بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بمناسبة النجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران 2018. هذا نصها: سمو الابن العزيز الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة النجاح الكبير والمتواصل الذي يحققه معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة، والذي يقام برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فلقد كان لجهود سموكم المتميزة كرئيس للجنة المنظمة للمعرض الأثر الطيب في إنجاحه وإخراجه بهذا المظهر المشرف الذي أضاف إنجازا حضاريا جديدا لصرح إنجازات البحرين العديدة، مع خالص تمنياتنا لسموكم بدوام التوفيق في كافة جهودكم المخلصة التي تواصلون بذلها إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لوطننا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.